أهلا وسهلا عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد دردار، بأنك يعني مسير ومدير بطل. أنا نطلق شي شوية خارج الحمام. ما هي العوامل التي تساعد في يعني الظروف الملائمة والأجواء المناسبة في إنجاح السباق، يعني في المكان من ناحية درجة الحرارة والرطوبة والسحاب العالي والهابطين والرؤية والريوم، يعني بس يفهموا الإخوان يعني حتى المكان كذلك باش يكون النجاح في أي سباق. وشكرا. سي عبد العزيز، ولد بلادي تازي، يعني والله العظيم إلا فرحان بك. بخصوص التساؤلات طرحتيه على حسب الفيدرالية، فالفيدرالية ولله الحمد ليست بمولود جديد، وإنما إذا تكلمنا على الوراق فهو مولود جديد، ولكن كأفكار وكدعائم اللي بنوا هذه الفيدرالية فهي دعائم، اللهم بارك، يعني الناس شيخين في الولاعة، ناس شخصيات كبار اللي كاينه في المكتب ديال الفيدرالية، ولله الحمد لهم من تجربة، ولهم من شي مسائل اللي كتميزهم، كما تيقولوا لو طالون، عندهم لو طالون. غير بالنسبة للمستقبل ديال الفيدرالية أو دفتر التحملات أو المشروع المستقبلي للفيدرالية، فما لا يختلف عليه اثنان، دائما هاد الناس اللي ذكرت لك بانهم ديال الفيدراليه ما عندهم حتى شي مصالح شخصيه، وهذا الشيء راكم لمستوه ومازال غتلمسوه، ما كاين حتى شي مصالح شخصيه، لا من ناحيه المسائل الماديه او من ناحيه ديال الولعه، انه شي واحد كيجر لجهته. بالعكس، كاين الناس باغيين يخدموا الولاعه، وعندنا واحد التوجه هو انه خصنا نادابطيو البرامج اللي غادي لو كاماروك، يعني الحاله المغربيه، وهذا الشيء هذا كيبرز من خلال تبني المبدا ديال القانون الالماني، ليس لان القانون الالماني احسن من القانون البلجيكي، ولاني من بعد ما كنشوفوا المعطيات اللي عندنا، عدد السباقات المدرجه اللي هو كتجمع مثلا السرعه وكتجمع نصف الطاويل وكتجمع حتى الطاويل، كطيح في ماكسيموم عندك 6 بلس 5 هي 11، على 3 ديال الطاويل مثلا هي 14، ولا يعني فاش كتجمع 3 هاد المراحل يلاه كيعطيوك 13 ولا 14. وهذا بالنسبه للسيستم البلجيكي، فراه غير سباقات السرعه فيها 19 سباق، 20 حتى 23 سباق، يعني انه ما يمكن ليناش نادابطيو ولا نادوبطيو، يعني نتبناو القانون البلجيكي، ماشي حيت ما مزيانش، لا، القانون البلجيكي يحترم ومزيان حتى هو، ولكن الحاله ديالنا حنا ما كتسمح ليناش اننا نلعبوا يعني داك الكثره ديال السباقات في ايطاب وحده، نظرا للمسائل الماديه ونظرا للمناخ ونظرا 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 ونظرا، يعني كاينه اكراهات. اللهم كنشدوا الواقع ديالنا وكنحاولوا نسقطوا عليه، نديروا اسقاط ديال التجربه اللي غادي نتولعوا من خلاله ونجبدوا حمام اللي نتولعوا به باقل كلفه وباقل عدد. يعني الا تبنينا القانون الالماني، الا خدمنا واحد ليطاب من 100 ل 700 كما شرح الدكتور سي دريس الروقي الاستاذ ديالنا الكبير، فهنا غادي نخرجوا بواحد النوع ديال الحمام، يعني يكون عندك واحد ان بوتي شابتال، واحد الجروب صغير ديال الحمام تلعب به، اللهم بارك، من 100 ل 700 وتولع به وتخرج حمام في المستوى العالي، تكون الكلفه ضعيفه، غادي يكون ماشي ما يطلبش منك بزاف ديال الشجاني، بزاف ديال يعني كما تيقولوا القانون الالماني هو الصالح. وهذا من ضمن المسائل اللي حنا واضعينها في دفتر التحملات، اننا نحاولوا نتبناو هذا النظام ونحاولوا ننجحوا باذن الله. السي عبد الخالق، بالنسبه للتريتمون ديال الحميمات قبل الملاقيه، فكاينين جوج، يعني كاين هو انا شخصيا كنعتمد على علاج واحد، وهذا العلاج هذا ممكن يعني الاخوان حيت كلها عنده المذهب ديالو، ممكن تتوجه للعلاج لهذا العلاج بالاعشاب، وممكن توجه لهذا العلاج بالادويه الصيدليه، صيدلانيه او صيدليه، صيدلانيه بليتو. بالنسبه للمرض اللي هو الافه ديال بالنسبه للتفراخ، والافه اللي الانسان يخاف منها هي لاباراتيفوز. هاد لاباراتيفوز الى الانسان بغى يعالجها، ممكن كاينه اعشاب يعني من ضمنها الثومه، من ضمنها خل العنب، من ضمنها حبوب القزبور، من ضمنها الخرقوم البلدي، من ضمنها بزاف ديال الاعشاب
تصاوب بها تركيبه ويجيب الله التيسير، او ممكن انك تعالج مسائل صيدلانيه. غير المشكل ديال المسائل الصيدلانيه فان الباراتيفوز فهي كما كتعرف هي واحد العائله كبيره فيها ما عرفتش شحال من برونش، ما يزيد على 300 نوع، وكتكون بعض المرات حساسه لواحد النوع ديال لي زونتيبيوتيك وغير حساسه لواحد دوك لي زونتيبيوتيك، يعني انه خاصك دير ديبيستاج باش تعرف شنو عندك، اين نوع ديال السالمونيل اللي عندك، ومن بعد ما دير هذه دير لونتيبيوغرام، يعني دراسه الفعاليه ديال المواد الفعاله ديال جميع انواع المواد الفعاله، واش هي صديقه لهذاك لو جيرم باثوجين ولا انها كتقضي عليه. يعني هنا كتدخل في واحد لو سيكل اللي تنخاف منه، انه الانسان تيبدا تريطي بواحد لا موليكول، مثلا كتريطي بلاسوسياسيون ديال لا سولفاميد مع 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 لا تريميتوبريم، كيدوز شويه الوقت كتولي عندك اون ريزيستونس لهاد المركب، كتولي كتريطي بما هو اقوى، تقدر تمشي مثلا تخدم بلا موكسيسيلين. من بعد ملي غادي يساليو لك لي زونتيبيوتيك كتولي بان هذيك الباراتيفوز او السالمونيلا مقاومه لهاد المواد الفعاله، كيبقى لك اخر العلاج هو انك تمشي لواحد النوع، واحد الفصيله من المضادات الحيويه هما كيتسموا لي كينولون، واللي هو معروف على الصعيد العالمي بالماركه التجاريه اللي هو مش المهم، الماده الفعاله هي اللونغوفلوكساسين. هنا في المغرب كيتباع تحت السميه ديال اوفلوكس ولا اونغوسان، وبرا هو اللي كيتسميو بايتريل دي بورسون. انا شخصيا هاد المهم على العموم كنخاف من لاباراتيفوز، كنطريطي عليها قبل ما نلاقي، وفي السيمانه الاولى ديال الجلاس ديال الحمام على البيض عاوتاني كيمكن ماشي كيمكن من الاحسن دير ان تريتمون ضد لا تريكومونوس باش الحميمات كيكونوا جالسين باقي ما بداوش يصاوبوا في السيمانه الاولى، باقي ما بداش التكوين ديال لاباب ديال الحليب اللي غادي يعطيو للوليدات، وتما هي الفتره المناسبه باش تريط على تريكومونوز باش ما يدوزوهاش هما الوليدات عاوتاني. هذه كتبان لي احسن طريقه واسلم طريقه. خويا بالنسبه للسر ديال النجاح او ما تطلقون عليه نجاح، فوق ما كاين حتى شي سر، هي الولاعه. كتبغي اول حاجه تولي عندك سجنه بحال شي قشلة، وما تسوقش الطريقة باش كيتولعوا الناس الاخرين. علاش؟ حيت الناس الاخرين كيتولعوا بواحد الطريقة اللي اختاروها على حسب الظروف اللي عندهم، ظروف مادية، ظروف عائلية، ظروف ديال العمل اللي كتوالمهم. انت خصك تشد الظروف العائلية ديالك والظروف المادية ديالك والظروف ديال العمل ديالك، تحاول تلقى شي طريقة خاصة بك باش هذاك الحمام يحقق نتائج. ثاني حاجة خصك الحمام ديالك تدير فيه الثقة. انا تندير الثقة في حمامي، الانسان اللي كيثيق فرقته كيفوز، شي المدرب اللي كيثيق في الفريق ديالو كيفوز. وزائد ثاني حاجه انه السلاله تتكون دايره بحال واحد انفاردو، بحال واحد الجدول ديال الماء، انت جاي مع مرور السنين وانت كتزيد ليه جداول اخرى، حتى مع المده كيولي عندك نهر، وداك النهر كيبقى غادي تيكبر وغادي تيتضخم. علاش؟ لانه السنين والسباقات كتجبد لك حمامات، هذوك الحمامات كل مره كتبان لك حمامه تزيدها فداك الجدول، يعني كتزيد ان كاركتير مع المده ديال الظروف اللي كيمر بها الحمام في السباقات، اللي كيفرز لك ابطال خاصه ببعض الاجواء وبعض المسائل وبعض الصعوبات، كيولي عندك حمام قوي، حمام قوي اللي كتعتمد عليه. في الاول كتضحي وكتصبر وخصك تبني، يعني بناء السلاله، ما تبقاش تنقز من سلاله لسلاله. هذه المشكل اللي عند الاخوان، تنقاز من سلاله لسلاله، كيسمع بانه مثلا فلان ضرب مثلا جورج جوزن، تيمشي تيحيد حمامه ويمشي يجري يجيب جورج جوزن. راه هذا مشكل كبير تتعاني منه الولاعه في المغرب، انه الناس ما تتبنيش، راه انطلاقا من والو تبني سلاله. انا شخصيا نقبط فريق فاشل، ماشي هذه افتخار ولا هذه، نقبط فريق ديال الحمام اللي هو فاشل عند البعض، نعاشر واحد سنتين لعب بين عاشر ونشوفوا كيفاش كيتعامل مع السباقات، نعرف لي بوين فابل ديالو، غدير لي كروازمون ديالك غادي تخرج في الباطل. حيت الباطل عباره على تجميع ديال بزاف ديال لي كاليتي، خصك تجمعهم في واحد الحمامه. من بعد ما كتجمع دوك لي كاليتي في حمامه وحده، كتعمل على لا فيكساسيون ديال دوك لي كاركتر باش يبداو يخرجوا لك في الحمام، ومن بعد صافي هي السلاله تكونات. اما تبقى تنقز من سلاله لسلاله فما كاين شيء، ما هذا من ناحية بعد تكوين السلالة، وهذا موضوع كبير بزاف. بالنسبة للعوامل اللي تقلب عليها اللي هي صالحة للحمام باش يدوز السباق بشكل مزيان، فهي القشرة الأرضية. القشرة الأرضية خصها تكون في المنطقة ديال الإطلاق تكون منبسطة أكثر ما هي، يعني
تقلب على احسن بلاصه اللي ما تكونش فيها اعوجاجات في القشره الارضيه، لان الحمام كيتوجه بالمغناطيسيه الارضيه بشكل يعني جد مهم. ملي كنتكلموا على المغناطيسيه الارضيه كنهضروا على القشره ديال الحديد اللي كاينه في الارض. هذيك القشره الحديد اللي هي في الارض، بعض المرات الا مشيتي لو كوميسير د لاشي، الا مشى وسمع بانه الحمام بانه الماء بليطو بانه الماء في ذاك البلاصه، قالوا لي الفلاحه بان كيحفروا غير 5 ولا 6 متر وتيجبدوا الماء، فذاك المنطقه صعيبه تطلق منها، غادي يتكرفس الحمام، غادي يخرج، غير يخرج من ما غيتكرفس. علاش؟ لان الحديد جا تحت من الماء. اما الا كان الماء غارق في واحد المنطقه كيحفروا بزاف باش كيجبدوه، فكتكون تمام اكد بانه الحديد كاين فوق الماء. وهذه مسائل كتقدر تساعدك باش تختار لو بوان دلاشي. ثاني حاجه، كتحاول تهرب من الجبال باش تختار البوان دلاشي في القشره الارضيه اللي هي بلان، باش يعرف الحمام الاتجاه ديالو، لانه القشره الارضيه العوجه كتعطيك ان شو مانيتيك بيرتوربي ولا عوج كيقراه الحمام ان اوبستاكل، وكيولي كيقلب على البلايص اللي فيهم القشرة الأرضية بلان، ولو شومانيتيك غادي ريكتيليني هي فين كيمشي مع الفجوجة، وكي بعض المرات كيقدر يتلف. بالنسبة لدرجة الحرارة، فهي انطلاقا من درجة ديال من 25 درجة كيبدا الحمام يسوفري. كاين كذلك الرياح العكسية، الرياح العكسية ما يمكنش تلعب بالحمام في رياح عكسية فوت فوق 36 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة ممكنش نفوتو 35 درجة ديال الحرارة إلا كانت الرياح جانبية، ما خصناش نلعبو إلا كانت الرياح الجانبية أكثر من 50، يعني غادي تؤدي إلى ضياع الحمام والإزاحة ديالو على المسار الصحيح. بالنسبة لنسبة الرطوبة، في نسبة الرطوبة كما كيعرف الجميع هي كتكون قاتلة، إلا كانت قل من 30% كتولي جد مؤثرة. بالنسبة للمناطق الداخلية، راه ممكن ان نسمحوا للحمام انه يجري في 28 27 26، ولكن ما يجريش ان ترونسون اللي هو كبير، يعني مثلا تيقرب يدخل ولا يدوز غير في واحد البلاصه واحد المده وجيزه. بالنسبه لدرجه الرطوبه الا كانت عاليه بزاف، راه كتوصل انها الا طلقتي فيها الحمام ولو تكون الرؤيه بعض المرات، فقد تقدر تسبب ليه الاختناق بسبب انه الهواء ساتوري بالماء. يعني كاين عوامل كثيره كتحدد النجاح والفشل ديال السباق من خلال المعطيات الجويه، وهادشي هذا كامل كديرو وكيبقى دائما لو فاكتور دو ريسك كاين، والله هو اللي كيسخر. جوابا على الاخ المهدي بخصوص القيام بالتدريب وسط الاسبوع ولا في الصبيحه ديال لونلوجمون، خويا انا ظروف العمل ديالي ما كتسمحش ليا باش نطلق الحمام وسط سيمانه فوق الدار. شحال من مره كنقرب الله يستر ندير كسيده في الطريق باش نلحق الوقت نطلق نتاوي في العشيه باش يطير، واخا غير نص ساعه ولا ساعه الله روب ولا هادي، ما كنطلقش اخويا وسط سيمانه. حتى شي طلقه كنعتمد على مثلا الذكوره، انا كنقول الحقيقه ما تنكذبش ولا نحاول نزوق الذكوره، كنطلقهم وكنخلي السبوتنيكه محلوله وكنمشي في حالي للخدمه، لدرجه انه هو بشهاده الاخوان هو الاخ عبد العالي الربطاوي كدوز حدا الدار وكيبانوا ليه دايرين بحال السفانس، كيطرطقوا ويدوروا فوق الدار وينزلوا دايرين بحال سيفيانوس، كيطيروا 10 دقائق وينزلوا فوق داك بيت الصابون، حتى كنجينا في العشيه كنجمعهم بالماكله ونطلق نتاوي، يهبطوا على خاطرهم يهبطوا نجمعهم، كيطير الحمام على خاطره. ومادام انا ما تنترينيش بالحمام بزاف وتيطير على خاطره، تنعتمد على الكاركتر ديال الحمامه، هي خصها تجري نهار المطلق، ونعطيها شي مسائل نحاول انني ما نطلع لها لا فورم، حتى نبغي ندير لا ميزون لوج، تنبغي نديرو لوجمون ديال الحمام، عاد نطلع لها لا فورم نعطيها هذاك الشيء اللي غادي تجري به جوست هذاك النهار هو اللي غادي تجري به، ملي كتجي عاوتاني كنبقى بحال كما تيقولوا كان انا كنخدم بالغوتا غوت، ما كنسقيش بزاف بالغوتا غوت باش ما نضيعش، يعني كما تيقولوا ولع زيرو درهم، وكنعول على الكاركتر ديال الحمامه انها هي تكون كتبغي تسابق. بالنسبه للدور ديال التدريب فهو دور محوري، انا ما تندربش ماشي حيت ما باغيش، ما كرهتش، ما نكذبش عليك ما كرهتش انني ندرب، ولاني الغالب الله التدريب عندهم دور محوري، والانسان اللي كيدرب يربح الانسان اللي ما تيدربش، يعني الانسان اللي تيدرب غيربح الانسان اللي ما تيدربش، هذه مسألة. والدور ديالها جد فعال، التدريب تقوية العضلة، النوعية العضلة تتبدل، 40 كيلومتر الأخرى ديال الحمام تيولي الحمام تيحفظها، ما تيخدمش بالأوريونتاسيون اللي هي
بالاورينتاسيون العاديه ديال الكوب، كيخدم غير بلي روبير فيزويال وكيعرف بانه قرب للبلاصه ديالو. يعني كاينه بزاف المنافع بالنسبه للتدريب وسط السيمانه، زائد انه لا في الويديتي ديال لو سون، يعني الدم تيولي السيوله ديالو كتكون مزيانه. المهم منافعها كبيره، ولاني الله غالب انا شخصيا ما قدرت لهاش، ما كرهتهاش ولكن ما قدرت لهاش. بالنسبه للسلالات اللي لعبت بها انا المسافه الطويله، اقولها بكل صراحه، تقريبا السلالات كلها منحدره من البرتغال، حمام البرتغال، ايغاري البرتغال، والسبليون، بالاضافه الحمام ديال كما تقولوا ديال الاوراق. بالنسبه للمسافه عندي حمام ديال خليج شواطه، هو الحمام الوحيد اللي عندي بيديغري مدخله المسافه واللي عطاني بصراحه. يعني عندي الحمام ديال فورس بليون خلط مع السلالات ديال خليج شواطه اللي فيهم الفان والروي والانتر بالوما، وكان عندي الدم ديال ليانتالن، وانا ما تخليت عليه مؤخرا على ود ليانتالن، ثقيل بزاف ما خدم لياش، يعني انه كيجي وانا ما تحققش بريات مزيانين، فضلت انني نضحي به ونحتفل بالفان والروي. هادو هما السلالات باش خدامه اخي، يعني بالمحلي كنحاول انه اي حمامه كتضرب عندي في شي جو خايب كتضرب وتعاود كندخلها نخدم بها كما قلت لكم في الاول، كنزيدها في الدم، وكنبقى كل عام ولا عامين كنربح حمامه كنزيدها في داك الدم باش خدام، حتى لدرجه انه كيولي عندك شنابر مثلا كتلقى شنبور ولا تفرختيه، ملي كتجي كتشوف الاصول ديالو كتلقاه منحدر من 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 بنيت الشجره ديالو، فيها 6 7 8 حتى 10 ديال الابطال ديالو بصح في الجو الخايب ولا هادي، يعني كتكون احتمال كبير انه واحد من دوك الفريخات اللي فرختي غادي يفرحك. بالنسبه للنتائج خويا الغزالي، فالنتائج اللي حققتها بلا دواء انا تيبان لي احسن من النتائج اللي حققتها بالدواء. نضرب بصراحه الحمام تيلعب بلا دواء، بالدواء نبدا بالاول بالدواء، الحمام تيلعب لك واحد لا بيريود، يا بري كتولي عندك لا شوت ليبر في لا فورم وما تقدرش تعاود تقعد الحمام. الور كو الا خدمتي بالطبيعي فلا سيزون، يعني لا فورم كتطوال عندك، كتكون عندك مده طويله، لدرجه انه كنلعب حميمات ديال، عندي شي حميمات ديال الجره كنلعب بهم، كنت بريباريو مع حمامات المسافه، ومني كنوصل للوقيته ديال المسافه كنلقى بين الحميمات ديال المسافه باقين مزيانين، وكنهزهم للمسافه وتيدخلوا وتحققوا بريات. المهم الحمد لله دابا انا شخصيا ولات عندي فوبيا من الادويه، كنقولها ونعاودها، فوبيا من الادويه. على ذكر الادويه خويا الغزالي، باش نعطيك واحد النبذه علاش الادويه انا شخصيا هربت منها، ناخذوها غير على سبيل المثال مرض اللي هو شائع بزاف هو لاتريكومونياز. التريكومونياز في الازمنه الغابره فاش كنا كنلعبوا حنا شحال هادي، كنا نطريطيوه بالتريكو بلس. التريكو بلس اللي عرفتي بانه لو دوزاج ديال لارونيدازول فيها 4% 4 ولا 4.5%، يعني 4% هي هذيك واحد المده، ولا داك التريكو بلس ما خدامش لينا وحنا ما عارفينش علاش، ولينا كنقولوا اللي خدامنا هو التريكوريكس، ولكن من بعد عاد اكتشفت علاش تريكوريكس حسن من تريكوبليس، لان الدوزاج درونيدازول فيه 7.5. ومن بعد خرجت شركه في هولندا كدير تريكوديس، يعني التريكومونوز اللي فيه الدواء ديال التريكومونوز اللي فيه لارونيدازول دوزي ا 10%، ومن بعد خرج تريكو 15 اللي فيه 15%، ويعني بداو في الاول كتبدا تزيد في لا دوز ديال البرينسيب اكتيف، وكتولي عندك لا ريزيستونس، داك التريكومونوز كيريزيستي لهاد رونيدازول. من بعد خاصك تحول للديميتريدازول، ايوا ملي كدوز للديميتريدازول هذاك تيطيح لا فورم وتيخرج على الكلاوي وصعيب، وتقدر تدوز حتى للميترونيدازول، ومع المده يعني مع المده غادي يولي عندك تريكومونوز في الحمام مقاوم لجميع الادويه وغادي توحل. وهنا كيولي الانسان في عوض ما تيربي الحمام، ولا كيربي سلاله قويه ديال الحمام، تيولي تيربي سلاله قويه ديال الامراض، كيولي حمامو هز سلالات ديال الامراض اللي قويه لا تقهر. ولا لاحظتوا في السنوات الاخيره في اخر حل القهوه هو انهم ولاو تيخلطوا لارونيدازول مع لاميترونيدازول، اولا كيخلطوا رونيدازول مع ديميتريدازول، جوج ديال لي برينسيب اكتيف باش يقضيو عليه، حيت هو ما بقاش كيقضي فيه واحد، ومن بعد ما غيخلطوا جوج عاوتاني من بعد نخلطوا ثلاثه،
وحنا كاع خلطنا ثلاثه وعطات النتيجه، خصنا نشوفوا لي زيفي سكوندير، يعني التاثيرات الجانبيه ديال هذا الشيء هذا على الصحه ديال الحمام. يعني غادي تدخل في واحد لو سيركل فيسيو، في واحد الدائره مغلقه ما غاديش تخرج منها. واحسن طريق هو الطريق الابتعاد عن الادويه. الاخ امناره، انا طيله السنه وعد بالله من قلت انا طيله السنه كنعطي روبا وحده في البداله في الكورس في الروبو، دائما روبا وحده ابار الحميمات ديال لا باز، هادوك تتكون عندهم الماكله افولونتي 24 ساعه على 24 ساعه باش ياكلوا الفريخات ديالهم. اما ابار ما يكونوش عندهم الفريخات او ما مكوبلينش، كتكون ماكله وحده في النهار لا غير حتى في الكورس. السلام عليكم الاخوان جميعا. سي محمد مرحبا بك اخويا معنا في هذه الامسيه هذه. السؤال ديالي اخويا هو واش سي محمد كيعطي دو روبا في النهار ولا غير روبا وحده اثناء السباقات؟ وشكرا. السلام عليكم سي محمد، بغيت نسولك اخويا واحد السؤال. انت نعرف على سي محمد تبارك الله رقيقي تقريبه ديال الحلال ديال الحمام تبارك الله عليك وما شاء الله. بغيتك اليوم اخويا سي محمد تقولنا واحد السر. هاد السر هذا اخويا سي محمد، العام اللي كنتي تولاتي عندي ديك العام كنا غادي نطلقوا الثمره 1000 كلمة، كنت اول عام غادي ندخل 1000 كلمة في 2015. خويا سي محمد ملي تولاتي معايا شديت واحد الحمامه قلت لي هذه غادي تصيفطها، وكيما بغى يكون الجو غادي تدخل النهار الثاني، ما غاتفوتش النهار الثاني، كيما بغى يكون الجو غادي تدخل الحمامه غادي تدخل الحمامه. خويا سي محمد بغيت نعرف شنو هما المواصفات اللي خلاك تهضر هذيك الهضره، شنو كان في ديك الحمامه، شنو هما المميزات اللي كانوا في ديك الحمامه؟ بغيت كلشي يعرف هاد المميزات اللي كاين في الحمام اللي تيدخل تيعرف يعرف توكر كيما بغى يكون الاجواء في المطارق ديال المراكز. سامون زدي محمد الطبيعي. خويا محمد بغينا نعرفو بالنسبة للماكلة ديالك، واش عندك ميلونج واحد ولا كل سيزو عندها تخليطة ديالها بوحدها؟ وبالنسبة للماكلة واش سي محمد كيستعمل الخنشة ولا الماكلة ديال البلاد؟ إذا كان سي محمد كيستعمل الماكلة ديال البلاد، واش كيغسل ولا كيدير لها شي طريقه؟ سي الغزالي بالنسبه للادويه، كان اخر سنه استعملت فيها الادويه كان هو الموسم ديال 2013، يعني انه من 1998 فاش دخلت العالم السباق بالزاجيل بشكل رسمي حتى 2013 استعملت الادويه، وفي 2014 قررت الابتعاد نهائيا عن الادويه والاعتماد على الاعشاب وعلى الصحه الطبيعيه ديال الحمام. وجميع الحمام اللي ما قدرش انه يمشي معايا بهذا لو سيستيم الجديد تخلصت منه، لانه الحمام الضعيف الحمام اللي كيحتاج الادويه ما عندي ما ندير به، لانني اقتنعت مع طول المده بانه الابطال اللي دوزت عبر التاريخ ما كانوش كيمرضوا، يعني انه كنت انا كنستعمل الادويه للحمام اللي هو ضعيف، وكنت كنخرج على الابطال ديال السجنه، يعني كان ممكن ان يكون ما داويتهمش يحققوا نتائج احسن من داك الشيء اللي تشهروا به. هنا خديت قرار بانه ما نداويش الحمام، والحمد لله ارتحيت من ناحيه بعدا كتنقص عليك البيدجي، كتبقاش تخسر على الحمام بزاف. ثاني حاجه الحمام ما كيبقاش عندك، يعني واحد الحمام كتطور فيه امراض اللي هي مقاومه للادويه، كتربح حوايج اخرى بانه لا بريباراسيون كتولي عندك سهله. اي لحظه نجي نهز معاك الحمام، ماشي بحال واحد اي انسان اخر مسكين اللي تيدير الادويه تقول له غادي نلعب ولا غندير هادي، يقول لك لا خصني ندير رابيل ديال التريكو، خصني ندير رابير ديال السالمونيلا، الا ما درتش غادي تنوض ليا هادي ولا هادي. الانسان ديال الطبيعي تيكون في اي لحظه يكون مريح في القهوه، يجي شي واحد يتحداك ديك الساعه كتقول له يلا مرحبا دابا نطلعوا نهزوا الحميمات ونزيدوا الطريق. يعني اللعب بالطبيعي هو في الاول فيه تضحيه واحد العدد كبير ديال السلالات اللي ما كتجاريش هذاك المساله، فيه تضحيه فيه خسائر. تقريبا نقول لك 3 سنين غادي تكون عندك النتائج شويه، خصوصا في العام الاول. في العام الاول راه كتكون كتبحث على الحمام اللي غادي يكمل عندك لا سيزون ويجري ويدخل في 33% ويوصل، ومن بعد عاد تولي تخدم بهذاك الحمام وكتبني سلاله جديده. يعني خاصك باش توصل النتائج خاصك 3 سنين عاد غتبدا تحصد الثمار ديال هاد المجهودات اللي درتي ولا ديال هاد التغيير ديال الطريق اللي درتي. يعني هو مسار شاق جدا، وكيبغي الكبده تكون قاصحه بهذه العباره هذه. الاخ اي تحيده،
هذا سؤال مهم كيجمع الولاعه كامله. هي باش نكون واضحين، جميع الهوات عبر العالم ديال الحمام اللي هما ناجحين كيعتمدوا على جوج ديال النظريات. النظريه الاولى هي لا تيوري الير، يعني نظريه الاجنحه، هي تسمى لا تيوري الير، ولكن واخا كتسمى بالاجنحه فهي كتعنى بجميع المكونات ديال الجسم ديال الحمامه، بما في ذلك الاجنحه، الصدر، الظهر، الديل، المكونات ديال يعني لافومبرا، لو برا، لو بوس، لا ترونش افون، لو كو، زائد بزاف ديال الموالع برا، بالخصوص بالنسبه للمسافه الطويله كيعتمدوا على لا تيوري اوكولير ديال العين، ولكن ما تيذكرهاش. فين ما كتكلم معاه تيقول لك هذاك الشيء غير كذوب، وهذاك الشيء غير ستاميت، يعني اسطوره وخزعبلات. علاش؟ لانه من ناحيه تجاريه، انا من غير الا قلت لك بانه راه الحمامه ديال المسافه خص يكون فيها بعض الخصائص في العين، وجيتي لعندي باش نبيع لك وما لقيتيهاش، غتقول لي فلان انا بغيت هذه، بغيت هذاك الشيء اللي كتقول انت. ولكن الا قلت لك بانه لا تيوري ديال العين راه غير كذبه، فراه ممكن نبيع لك اي عين ما خداماش، بخصوص المسافه. كنتكلم هنا بزاف على المسافه، يعني هذا من جهه. اما من ناحيه ديال لا تيز الير، واللي هي خارجه منين، هي هذيك لا تيز لا تيوري الير ولا تيز الير، خارجه من واحد الكتاب ديال ريني باوين. ريني باوين ديال سميت الكتاب الاصلي والمهد، ولا المهد ولا الاصل ديال هاد التيوري، هو ليل اوتي دو بيجون، اوتي دو فول، يعني الجناح وسيله الطيران. هذا اكبر كتاب واعظم كتاب بالنسبه ديال بيجون فواياجور، كتبوه ناس دي زاسترونوت، دي بيلوت، وهوات، وتبارك الله عندهم حصيله علميه واعره، هما اللي كتبوا داك الكتاب. ومنه خرجت لا تيز الير، هي راه بحال نقدروا نقولوا بانها غير ملخص، اما الكتاب راه فيه شي عجب اخر، راه يعني كتاب عظيم في الولاعه. هذاك الشيء خويا كنامن به انايا بزاف، يعني خصو يتوفر في الحمامه. وجميع الابطال الا قلبتيهم غتلقى فيهم هذه المساله هذه ديال، كتلقى الجناح مزيان، كتلقى الظهر واسع، كتلقى الديل عباره على ريشه وحده، وكتلقى الظهر مقاد يعني غادي ريكتيليني، وكتلقى الجناح يعني كما تيقول لي بليم سوبر بوزي، يعني ريشه طايحه على اختها، باش ما تكونش واحد، ما يكونش واحد لابيرت ديال في لافراط، ما يضيعش الحمام الجهد ديالو. المهم داك الشيء كامل كنامن به اخويا انايا، واللي قال داك الشيء ما كاين شيء راه كيحاول يغلط الراي العام. السلام عليكم سي محمد، بخير ولا باس؟ شكرا سي محمد، شكرا بزاف على المعلومات القيمه اللي عطيتينا النهار هذا. بغيت نسولك خي سي محمد، بان انا تنعرف بان سي محمد لانه صديق، صديق قريب ليا بزاف بزاف، والله يخلينا مجموعين ان شاء الله في الخير ان شاء الله. خويا سي محمد، انا تنعرف سي محمد الدرداز بانه ما تيديرش الدواء سنين هذه بصفه نهائيه. واش لقيتي فيه واحد النتائج اللي نفعت الحمام، ولا ملي كتستخدم الدواء كان الحمام تيريبوندي احسن ام احسن قبل، ولا ملي خليتي الحمام ناتورال؟ شكرا سي محمد. بالنسبه لي ريون ولا لي ريون الترا فيولي، فكيمكن نستعنوا بهم في الحالات كي كتسمى في لي كا اكستريم. مثلا مشيتي لبوان دلاشي، وكانوا لي بريفيزيون تيقولوا بانه ان السماء غتكون مزيانه ومفتوحه، وهذه وصلتي لقيتي بانه لي نياج با الا مشيتي طلقتي فيهم راه غتخرج على الحمام، يعني خصك يا اما ترجع الحمام يا اما تسنى لي زولترا فيولي يطلعوا. شي ملي كيطلعوا واخا يكون عندك لي نياج با، الا طلعوا لي زولترا فيولي الثلاثه ممكن تطلق وينجح السباق. وكذلك بالنسبه للسباقات ديال الصحراء، حيت الدراسه الالمانيه دارت بانه الحمام ما تيحملش يمشي ولي يسافر وتحت منه كاين الرمله، ولكن تحت منه الماء، الماء كما قلنا تيحجب المغناطيسيه الارضيه، والرمله تدير لو رفلي، كتعكس الاشعه ديال الشمس وكتبيرتيربي ليه، كدير واحد لا بيرتورباسيون ديال لورينتاسيون ديال الحمام. وهذا يعني كيجعل انه انت خاصك توفر للحمام واحد السبيل ولا واحد الوسيله ديال لا نافيغاسيون، يولي هي لي زولترافيول، يعني انه في الرمله في الصحراء السباق الى تلعب
في الالترا فيولي او تطلق في الالترا فيولي قل من 3 فهو فاشل، يعني تنأكد ذلك. وإلا كان الالترا فيولي مزيانة ولو يكون النياج باغي ينجح السباق، والله أعلم. السلام عليكم سي الدرداد، كيف الأحوال؟ لاباس عليك؟ بخير دنيا، شكرا بزاف على التواصل ديالك معنا. وكنسبق ليا طرحت هذا السؤال هذا، إذا كان ممكن واش تقدر تفيدنا بخصوص هذه الأمور هذه النقط اللي حطيت في هذا السؤال، وشكرا بزاف. بالنسبة للخوف على الفيدرالية أخسي عبد العزيز، فلا خوف على واحد الكيان كيف ما بغى يكون إلى كانوا الناس ديالو كلهم فاهمين عندهم هدف واحد، حيث الهدف الواحد هو اللي كيعطي الاتحاد، حيث الاتحاد خصو يكون ماشي غير اتحاد على الورق، خصو يكون اتحاد ديال الناس بزاف على فكرة واحدة ويموتوا من أجلها. وهذا مشروع حنا غاديين عليه وما كتهمنا حتى شي جهة أخرى، واللي بغى يحاربنا راه تيحارب غير راسو، حيث الحق لا يحارب. وأي جهة أخرى احنا ما بقيناش كما تيقولوا نحن دفننا الماضي، الماضي دفناه، وكما تيقولوا وعرفنا الرجال. من بعد ما دفننا الماضي وعرفنا الرجال ما بقى لنا أننا نخططوا، وكفانا من البكاء على الأطلال. هي أطلال، نعم أطلال، وإنما هي مخلفات حرب، حرب خسرنا فيها ماديا يعني على المستوى المادي، وخسرنا فيها الوقت، وإنما ربحنا شنو ربحنا؟ ربحنا رجال، وبهذوك الرجال غنكونوا جيش، وهذاك الجيش هو اللي غادي ان شاء الله غنأسسوا به فتوحات ديال نظام جديد ديال الولعه في هذا المغرب، كما تيقولوا برئاسه ناس اللي خالوقين وقدام في الولعه، وكما تيقولوا ماركات مسجله كالسي ادريس الروقي، كالسي عبد الكريم الرضواني، كالسي عبد العالي الربطاوي، كالإخوان ديال جمعية الفرح تفلت، الإخوان ديال تمارة، الأسود ديال تمارة، كذلك الأسد ديال الصخيرات، كاين رجال، كنقول لك كاينين رجال ولله الحمد والله العظيم إلا اللهم بارك، تجمعوا غير رجال اللي باغي الولاعة، لا شيء آخر إلا الولاعة. فلا خوف على الفيدرالية، لأن الله مع الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. وانا شخصيا عندي املي في الله، املي حتى في شي حاجه، املي في الله وفي الرجال اللي كيسخرهم الله، حيت ربي هو اللي كيسخر الرجال، حنا راه سخرنا ربي لبعضياتنا، والحمد لله حنا تولعنا هذا العام افيك موديستي، ولكن الحمد لله المهم تولعنا، والعام الجاي ان شاء الله نتولعوا احسن، وحنا غاديين حتى نوصلوا لذاك الشيء اللي باغينو المنخرطين كاملين، ولع على مستوى عالي جدا باذن الله. السلام عليكم. مرحبا بزي محمد، نهار كبير هذا، حصلتي اخي محمد حصلتي. سي محمد حنا تنعرفو السي الدرداز بطل من العياط الثقيل، بطل انجازات ديالو كتهضر على السي الدرداز. خويا سي محمد عندي واحد السؤال صغير وراني الإجابة ديالو كتبان لي خصها تكون كبيرة. أخويا سي محمد بغينا نعرفو السر ديال النجاح ديال سي محمد الدرداز في المسابقات، واش من الحمام ولا من المقابلة ديال سي محمد؟ إلا كان من الحمام بغينا نعرفو لي راس باش خدام سي محمد، وإلا كان من المقابلة بغينا نعرفو المقابلة ديال سي محمد لهاد الحمام طيلات الموسم. السلام عليكم الإخوان كاملين، تبارك الله على الأستاذ الكريم والطيف العزيز السيد الدرداز السي محمد، ومرحبا بك وألف مرحبا في هذه الغرفة الصوتية، ومرحبا بك في مدينة مكناس، ومرحبا بك في بلادك. لان ترى الاخوان مثل الاستاذ الحاج دريس الروقي والاخ عصام بلقجة واي واحد كيتولع في هذه الولاعه، ما هو تيفيد وما تيعطي غير الاضافه لهذا الموروث ديال الهوايه. شرفتونا ومرحبا بكم، ما نطولوش في الكلام. بالنسبه سي الدرداز السؤال ديالي، يعني فاش كنا نتكلموا على التريكومونيوز، التريكومونيوز راه يعني كلشي تيعرف على البكتيريا المسببه ديال التريكومونيوز، ضروري ما غادي ياخذها الحمام، سواء في اللعب سواء في السجنه سواء في المخالطه مع الحمام، سواء فاش غيكون جاي من المطلق يعني مفروغ منها.
بالنسبه للحاجه الجديده في هذا في الكلام ديالك السيد درداز، واللي هي ماشي جديده، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي في 1920 و1900 ما كانوش كيديروا النيت هذا الشيء هذا، وكانوا كيستعملوا بدائل على هاد الادويه. يعني من بعد فاش كنا عرفنا هاد الادويه اللي فيهم يعني داك البرانسيب اكتيف، تيكون مثلا ميتروني دازول ولا ديميتري دازول ولا روني دازول ولا كارني دازول، هادو كلهم بالنسب، يعني اما كتزيد النسبه على حسب سميتو، كتزيد لا دوز ولا كتنقص من لا دوز ولا كتطول في المده ديال الاستعمال، كيف كنا هادشي كيف كيستعملوا الناس. كذلك كاين واحد الناس اللي كيستعملوا البروبوليس ويستعملوا خل التفاح، خل العناب، خل ديال البابونج، يعني هادشي كله مرتبط باش بالحمضيه ديال الوسط، يعني تيخدموا على الحمضيه باش الاوساط ما غاديش تكاثر فيها هذيك البكتيريا. كذلك هناك نباتات اللي كتحمل نفس هاد المواد اللي حنا كنهضروا عليها، يعني كتكون عندها واحد ليفي على ديك التريكومونيوز والانتشار ديالو والتوالد ديالو، بحال القرنفل ولا داك هاد الشيء، بزاف الخرقوم، بزاف ديال الحاجات. ولا يعني بغينا نعرفوا السيد درداز، يعني وسط الاسبوع الا كانت الحراره، شنو هما الحاجات اللي كتعطيهم كبدائل ضد لا تريكومونيوز اللي غيساعدوا الحمام، باش ان هادشي كامل، باش ان هاد الحمام هذا فاش يكون جاي من السباق اللي هو حار، داك الحمام ما توقفوش ديك التريكومونيوز وتهبطوا باش يشرب ويقدر له بطره ما غاديش يعاود يطلع. شنو هما الحاجات اللي كتستعمل باش كتحيد هاد لا تريكومونيوز وكتخلي ان الحمام يكون في وقايه ضد هذا المرض اللي هو ام الامراض بالنسبه للحمام؟ وتبارك الله عليك السيد داز. تتم الاوديو ديالي هو كما قلت لك اخي محمد، بالنسبه لديك الحمامه انها كانت دخلت نهار الثاني في مكناس، هنا الحمامه الوحيده اللي كانت دخلت في مكناس، الحمامه الوحيده. شنو هو السر اخويا سي محمد اللي خلاك تقول ديك الهضره؟ الله يجازيك بخير، بغيت الفائده تعمل الاخوان كاملين. السي العمراني، بالنسبه للاشكاليه ديال التهويه او موضوع التهويه، فهو ملي كنتكلموا على التهويه هي كنتكلموا على السجنه، يعني السجنه اهم حاجه فيها هو الميكانيزم ديال التهويه اللي مخدومه به، وكاينه بعض الشروط الاساسيه اللي خصها توفر في السجنه باش يكون النظام ديال التهويه نظام فعال. اول حاجه خص الاير فري او الهواء الطري اللي غني بالاكسجين يدخل من اسفل السجنه، علاش؟ باش يدوز على لي زيكسكريمون ديال الحمام، يدوز على البزق ديال الحمام ويجففو، حيت الا مشى حتى ما جففوش غادي تكونوا لي شامبينيون فوق البزق، بالخصوص الا كنتي ما مساليش انك تنكش السجنه مثلا لظروف العمل ولا شي مشكل بحال هكذا، ولا عندك الكايبوتي فغيخلق لك داك المشكل ديال التنفس ديال الحمام. زائد انه هذا الهواء هذا ملي غيدخل عند الحمام من التحت بعد ما يدوز على الجهه ولا بدا يدوز على البزق باش يجفو، خاصو يدوز عند كيدوز، يعني واحد لابارتي كدوز لتحت واحد لابارتي كدوز للحمام باش يكونسوميه، كيطرح ثاني اكسيد الكربون اللي معروف على ان الهواء المشبع بالكربون فهو هواء خفيف كيطلع الفوق، يعني انه حتى لو طوا انا شخصيا افضل انه السقف ديال السجنه يكون واحد شويه انكليني الاتجاه ديال خروج الريح باش كيسرع الخروج ديال الريح، زائد انه تكون واحد لا شومبر، واحد لا شومبر غاز تكون الفوق، واحد لا شومبر فين يتجمع الهواء اللي هو ليرفيسي اللي مشبع بالكربون اللي كيكون يعني خفيف وكيطلع الفوق، كيتجمع في داك لا شومبر وكيكون واحد الضغط، هذاك الضغط هو اللي يجعله يخرج ويتغلب على الهواء اللي على برا، يعني انه لا بريسيون في لا شومبر خصها تكون كبر من لا بريسيون اتموسفيريك من الضغط الجوي باش يتمكن انه يخرج، والا فالهواء ديال برا غادي يدخل لك من تما وتولي عندك لي راسيون انفيرس، انه الكربون تا كيدخل يطلع لفوق عاوتاني كيجي الريح من الفوق وتيضغط عليه يعاود يرجع للحميمات، هنا يعني السيستيم ديال لي راسيون فهو ما خدامش. وملي باش نساعد الاخوان انه المساحه
اللي خصو يخرج منها لير فيسي خصها تكون صغيره. علاش؟ قد ما كانت خص يكون لا شومبر كبيره ولا صورتي ديال الريح من داك لا شومبر تكون صغيره. يعني الضغط عنده علاقه بحال شي صبيب ديال الهواء، غادي تكون الضغط كبير وسط لا شومبر وبلاصه ملي كيخرج داك الهواء قليله، يعني انه لو سيركوي ديال لير غادي يعني غادي هاد الظاهره غادي تخلق واحد الضغط اللي غادي يجعل ان الكربون يخرج لبرا ما يرجعش لداخل. هادي من الاسرار باش يصدق ليك السيستم ديال لايراسيون. وهذا الشيء اللي نقدر نفيدك به يا اخي، ولا كان باقي عندك شيء تساؤل بخصوص التهويه مرحبا. بالنسبه اخويا الماكله اللي كنستعمل، انا كنستعمل الماكله ديال البلاد وما كنغسلها ما والو، كنمشي للرحبه كنتقضى الماكله اللي ما غاملاش، يعني انه كنخشي يديا في الخنشه حتى للداخل حتى للمرفق ديالي وتنجبد الكمشه من الداخل ونشمها. اللابوراتوار عندي هو نيفي، خصها ما تكونش الغموليه، يعني يكون الماكله اللي غادي نشري كارمه مزيان ما دخلهاش الرطوبه. ثاني حاجه التخوف اللي عند الاخوان، التخوف اللي عند الاخوان هو شنو؟ هو الدواء. وناكد لك بانه الدواء اللي كيدار الماكله في الرحبه فهو من بعد 48 ساعه تيولي غير فعال، صافي ما تيبقاش الفعاليه ديالو ما كتبقاش، وممكن يتكونسومو ديك الحبوب. ولمزيد من يعني تقدر تجيب داك الماكله وتغربلها، يعني تغربلها باش الا كانت فيها شي بودره ديال داك الدواء طيح بحالها، واخا كيكون الدواء صافي براد ومات، وتقدر تزيد تشمشها، وهذا لوبتيموم، وغادي تولي خديتي ماكله احسن من الماكله ديال برا. حيت الماكله ديال برا الا تحاول تجربها الا دارت لو جيرم، الا جيرمات فهي مزيانه، ما جيرماتش فهي ميته. اما الميلونج ديال البلاد راه تيكون حي ما ميت، شوف غير الذره ديال البلاد راه كتلقى عند داك البلاصه من جهه النباته باقا حيه، الذره ديال الساك تلقاها كتغززها بسنانك كتلقاها من الداخل طحين، يعني ماتت. ثاني حاجه بان الماكله ديال برا فهي مهجنه ومستعمله فيها اسمده وكيماويات، والتكوين ديال مثلا ديال الذره ولا ديال القمح، غير القمح، التكوين ديال القمح يعني القيمه الغذائيه ديال القمح ديال البلاد فهي عاليه على القمح ديال كندا. يعني ثاني نسبه البروتين ديال البلاد كتوصل 18% الور كو ديال كندا الا لقيتي 9% ما قال حد لحد. هادشي اللي نقول لك اخي. وبالنسبه للخليط انا ما كنستعملش الخليط، بالنسبه للكورس كنعتمد على ثلاثه ديال الحبات، كنعتمد على القمح ديال البلاد ديال الدكاله هو اللي عندنا هنا موجود بهذه المنطقه هذه في الرحبه، وكنعتمد على الذره الشقوبيه ما يصطلح عليه الضرب الشقوبيه، ويا ريت اني نلقى داك لوبتي داك الصغيره حتى هي كنستعملها، وكنستعمل يعني بوزغيبه شويه ديال بوزغيبه صافي ثلاثه ديال الحبات. وهادشي هذا بشهاده ديال الاخوان، يعني راه هما تيسمعوني دابا راه كيحضروا معايا حتى في البريباراسيون. ثلاثه ديال الحبات يعني كنستعمل كما تيقولوا الا بغيتي غذاء متكامل راه ماشي ولا بدا دير 16 حبه، يعني يكفي انك تجمع السكريات وتجمع البروتينات وتجمع الدهون. الدهون كاينين في الذره 5% اللي كاينه ديال الدهون في الذره، البروتين كاين في بوزغيبه، والسكريات كاينه في الزرع وفي الذره، الالياف كاينين في القمح ديال البلاد، والحمد لله ما كيخص خير. السلام عليكم. تشكر اخويا السي محمد. خويا السي محمد بغيت نسولك على واحد القضيه بالنسبه للخضار. اكثر ديال الناس اللي كيستعملوا الطبيعي تيستعملوا الخضار، واش السي محمد الدرداز حتى هو كيستعمل هذه القضيه؟ إلا كيستعمل هذه القضيه ديال الخضار ممكن يعطينا الوصفه ديالو ديال الخضار اللي كيستعمل والوقت ديالها فوقاش؟ خويا الغزالي، خويا الغزالي بحكم دوزنا مده طويله ديال الولاعه ومع الاخوان من ايامات التسعينات، وكنا فين ما كضرب شي حمامه المسافه كنطلعوا كنقلبوها، وفاش كنقلبوها كاينه بعض المسائل اللي كنشوفوها محسوسه باليد، كاينه مسائل التي ترى بالعين، وكاين مسائل اللي كتولد عندك كيتكون عندك واحد الحد، واحد الحدس اللي كيعيطوا ليه الناس برا الفلير. ملي كيكون كيولي عندك الفلير صافي. انا نهار شديت هذاك الذكر في يدي وباقي نعقل بانني عطيتك باه، ولو انك ما قلتيش ليا شكون باه وتصاب باه في الميكا ميت تحت من الطبله اخي الغزالي، قلت لك هذا غادي يكون ولد الحمامه الذكر فلان فلانيه
وداك الذكر ما كانش عنينا حتى شي علم بانه وصل لمكناس، فاذا به كاين عندك انت في الدار وهذه غتبقى عاقل عليها وكانوا عليها الشهود. الحقيقه السي الغزالي هذاك الذكر اللي باقي نعقل، والحاجه ذكر خفيف يعني كما تيقولوا لي فرير فوش بحال تيب ايرونديل. لي غونديل هي داك الخطايفه، يعني من نوع ديال الخطايفه، وكما تيصطلح عليها الاب ديال التقليبه في العالم اللي هو البياد وورد، تيقول لك التقليبه كيلخصها في جوج كلمات، قال لك ستيرنوم كور كو لونغ. تيقول لك لو ستيرنوم يعني العظم ديال الصدر يكون قصير، ولا كو لونغ القزيبه طويله طويله غادي يعني الظهر ممتد للور، يعني كومان بابيون بحال خطيفه، صدر صغيور والقزيبه اللور. تبارك الله الذكر كان خفيف بزاف، الجناح ديال المسافه عنده لاريير ال ريكتيليني ديال لي فوالي ديال لي بلانر، يعني انه يبلاني ما يعياش في السماء، زائد انه العين اللي كانت عنده فهي عين ديال المسافه اللهم بارك. يعني الذكر ما يمكنش ما يجيش هذاك من المسافه، يعني الذكر فيه خصائص اللي صعيبه كتجمع في الحمامه. وانا من الناس قلت لك تنامن بلا تيوري اوكولير بالنظريه ديال العين، ملي كنشوف واحد الشكل ديال واحد العين اللي ديجا شفتو في حمامات في سلالات مختلفه، وداك العين تنشوفها كتدخل في الصحراء ولا هذه صافي، راه كتولي داك العين محفوظه عندك في دماغك، هي كتشوفها كتعرفها بين هذه ديال هذا الجو هذه ديال هذا الجو، وهذه مسائل كتكتسب مع 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 المده. وحاجه اخرى لا تيوري الير، انا كنقولها لا تيوري الير مع لا تيوري اوكولير خصهم يكونوا بجوج، وهذا الشيء كيكون في وسط السلاله، راه ما يمكنش نخدم انا بالعين ونخدم بالاخر في حمام اللي ما معروفش السلاله ديالو كاع واقيلا بلدي، نجيب انا حمامه مستونداريه بلديه وعندها العين وبدا لا، هادشي هادو هادشي هذا تيتخدم في حمام ديال السلاله، يعني هاد النظريه الا بغيتي تطبقها في الحمام ديال السلاله، ماشي في الحمام الملقط حمام البلدي ولا هادي. وهادشي اللي نقدر نقول لك خويا الغزالي. السي المهدي بالنسبه باش ترفع لا فورم، هو الحمام دائما كاين واحد المثله بالنسبه للحيوان، تيقول لك جوع كلبك يتبعك، يعني انه الحمام الا انا شخصيا ما تنترينيش بالحمام وما تنخدمش الادويه وما كنخدمش المكملات الغذائيه، الا مشيت حتى عطيت الحمام محفزات الطيران في الاول فهو غادي يطير ليا بزاف في السيكتور، وإلا حوم بزاف فهو غادي يدخل في الريزيرفوار ديالو وغادي يبان ليا نشيط هنا في الدار وغنفرح، وانما غادي نقرح نهار الكورسه حيت هو راه مشى اون بون سونتي اون بون فورم، وانا من الريزيرفوار خاوي. داكشي علاش كنحاول انني الحمام المحفزات ديال الطيران، انا شخصيا تنقولها انا ما تنعطيش محفزات الطيران وسط السيمانه حتى الاخير، عاد كنعطي الحمام محفزات الطيران. وكما كيتسمى كيقول لك جوع كلبك يتبعك، التجويع نوعان، هنا اللي كالتجويع الكمي هنا اللي كالتجويع النوعي. انا شخصيا كنتعاملش بالتجويع الكمي فهو ضد الطبيعه وضد الاخلاق، يعني انه تشد واحد الحيوان وتجوعه انا شخصيا ضدها وما غتعطيكش نتيجه، حيت انه تيقول لك الانسان بعض المرات يقول لك لا حقه غتعطي كدا وكدا وكدا ديال الجراماج، ما تعطي غير 23 غرام، ايوا ويلا كان الحال بارد الا هبطت درجه الحراره باش عرفتي انت داك 23 غرام راها كافيه، الكميه اللي تياكل الحمام عندها علاقه بزاف الحوايج بالجهود المبذول في ذاك النهار، بشنو كان داز عليه، واش دازت عليه كورسه قاصحه ولا كورسه سهله، بالمسائل اللي بقى جايه، درجه الحراره، يعني بزاف ديال الحوايج. انا تنعتمد على التجويع النوعي، كاين بعض الحبوب ما تنعطيهاش للحمام حتى لاخر السيمانه، ملي كنعطيها له كيولي كياكل بزاف، مثلا تيولي تياكل فوق لا نورمال، الحمام الا كان ياكل 35 كاين بعض المرات الحمامات كيوصلوا ل 45 50 غرام، وهذيك هي باش كتطلع لا فورم. وهنا خاصك تكون فنان باش توصل الحمام انه ياكل 40 غرام و 45 غرام، مع العلم انك ما كنتيش كتجوعه، راه ما خصكش تجوعه في وسط السيمانه، يعني تعطيه حتى يخليه في العلافه، ولكن في الاخير السيمانه ياكل 40 و 45. هنا هذا هو مربط الفرس. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. شكرا الاخ الدرداز على هذه المعلومات القيمه، تبارك الله عليك تنشكرك. اخ
خويا الدرداز واحد السؤال الله يسهل عليك. مع العلم ان الاخ الدرداز يعني بطل كبير في المسافات القصيره والمتوسطه وايضا الطويله، بغينا نعرفوا واش الاخ الدرداز يعني تيخدم مع الحمام الفيتاس بوحدو والدمي فون بوحدو والفون بوحدو او خدمه وحده، وشكرا. وبالنسبه للادويه اللي يطلب الاخ اللي ولا المسائل اللي كنديروا باش كنحيدوا لو ريسك ديال التريكومونوز الا كان مثلا الكرسه غتلعب في اجواء قاصحه ولا هذه، فهنا لك بعض الاعشاب كدير بهم خلطه، كدير لانفيزيون مثلا ديال عندك العرقسوس، عندك شي شويه ديال القرنفل، عندك الخرقوم البلدي، عندك السالميه، وعندك وتتحاول تخدم بهم مع خل التفاح ومع العسل ديال الدغموس، هادو فهم جد فعالين بالاضافه للبابنوش، فهادو جد فعالين لا تريكومونوز، جد فعالين للسيستم ريسبيراتوار ديال الحمام، يعني هادو راه كافيين وجد كافيين. زائد انه كاينه المساله، كاينه مساله تتعلق بالسلاله كما قلت في الاول بانه ملي كتتجه للطبيعي فهنالك سلالات ما غاديش تقدر تشد معك الطريق كتقصى في داك عامين وثلاث سنين اللي كدير انت ديال التجربه ديال السلالات اللي عندك، فاش كتحول من الطب البيطري للطب البديل كتبدل المساله. كنقول بانه فاش كتحول من الطب البيطري للطب البديل كتولي المساله يعني غادي تفقد بعض السلالات اللي ما غتقدرش تتاقلم مع الاعشاب، وغيبقاو عندك غير السلالات اللي بهذاك لو ريجيم ميليتير اللي انت غادي به كيبقاو غاديين مزيانين وكتستمر في السلاله ديالك. هادشي اللي نقدر نقول لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي محمد، تبارك الله عليك، شكرا على هاد المعلومات. بالنسبه للنظام ديالك واش تعزل انت وعلى الذكوره؟ وعندي سؤال اخر، البريباراسيون ديال الحمام الكرون فون هذيك ثلاثه الاسابيع اسم الاعتماد على الاشياء الاكل وعلى الموتيفاسيون. خويا الغزالي راه كما قلت لك السر راه هو لو فلير، راه مع المده كيتكون عندك واحد الاحساس سيزيام سونس فلير ما كيمكنلكش تعبر عليه بالفم، وانما كتعبر عليه باحساس، هو احساس كما قلت لك هذاك الذكر توفرت فيه جميع المواصفات ديال الحمام ديال المسافه الطويله، راه كنت نشوف غير لا غورج ديالو كيفاش دايره، والاخطر من هذا اني كنعرف باه يعني سلالته عاوتاني، انا عرفت باه بلا ما تقولها لي انت قلت لك باه واش هو فلان وعطيتك بلي ما راه الذكر شكون هو غيكون باه، رغم انني والله ما فراسي بلي داك الذكر واش دخل المكناس ولا ما كاينش، راه كاينه السلاله وكاينه خصائص اللي ما كتوفر غير في السلاله. ها انت طلع اخويا للشجاني اللي بغى يوصل انه يبدا يعرف الحمام يطلع عند الاصدقاء ديالو ويضرب دوره ويقلب الحمام اللي تيضرب، ملي غتبدا تقلب الحمام اللي تيضرب وغتكون عارف الاجواء فاش ضرب هذاك الحمام غتكون عندك واحد الفكره، كتولي عندك واحد الباجاج واحد الباص دوني في دماغك اللي من خلاله كتست في الاحصائيات ديالك وكيعطيك الخصائص ديال الحمام ديال كل جو وكل مسافه. التجربه تنقول تجربه وثم تجربه ثم تجربه، والانسان باش يربح الوقت فعود ما يبقى نسد عليا في شجنتي وجلس كنتسنى 20 عام باش نفهم، نقدر انني في 3 سنين اللي تساريت الشجاني ديال الاخوان اللي ضربوا غادي نستافد اكثر من 20 عام في شجنتي بوحدها. السلام عليكم خويا سي محمد، عندي واحد السؤال. دابا لعبنا واحد المطلق اللي هو قاصح مثلا هذا الاسبوع، هذا لعبنا وعندنا غير 7 ايام يعني 6 ايام ديال الراحه، في نفس الاسبوع عندنا واحد المطلقه ديال الدوميفون اللي تلعبين جوج ديال الطلقات ديال الدوميفون، والطلقه اللي لعبناها دازت قاصحه، بغيت نعرف كيفاش دير التعامل مع الحمام ديالك نهار فاش يرجع الحمام ونهار الثاني، يعني نهار الثاني من بعد فاش يرجع الحمام شنو تتعامل مع الحمام، شنو تتعطيه لا في الماء ولا في الماكله، وشكرا. خويا بالنسبه للاستفسار بخصوص استعمال الخضر، فانا لا استعمل الخضروات باستثناء انه الا بغيت نتهلا في الحميمه ونعطيهم لا فيردور خضره كنمشي كنتقضى لهم الخص وكنرقدوا في الماء اللي فيه الخل ديال التفاح، كنخليه واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع كندير فوق منه شي جوره باش يبقى داك الخل داخل في الماء كيتعقم،
ومن بعد واحد ساعتين كنغسلو ونشللو، وعندي واحد لي بو ديال الطين صغيورين كنكون داير فيهم القبص ودير فيهم مسمار ديال العشرة، وكندير القبص هو اللي كيشد المسمار ديال 10، كيبقى المسمار ديال 10 هو اللي خارج. كنجيو كنغرس داك الخصه فداك المسمار وكنكب بالماء فداك الجوايه مع الجناب ديال، كنكب بالماء فيه شويه ديال خل التفاح مع الجناب اللي بقاو فوق القبص، تما تتبقى داك الخصه بحال عايشه وما تاكلو فيها النهار كامل حتى كيساليوها. هذه هي الخضره الوحيده اللي كنعطي للحمام هي الخص الا توفر. ويا بالنسبه النوعيه ديال الحمام يعني الفيتاس والدومي فون والمسافه، كنخدم بهم اخويا في شجنه وحده كياكلوا ماكله وحده كيطيروا يعني بشكل واحد، كل شيء بشكل واحد، غير هو الفرق ما بين الحمام ديال السرعه والحمام ديال المسافه. خصك تكون فاهم بانه راه الحمام ديال السرعه وكال والحمام ديال المسافه ما وكالش. يعني الحمام ديال المسافه واخا كتحط الماكله راه تياكل غير شي حاجه قليله، الحمام ديال السرعه راه كياكل اخويا كياكل. وباش كتكون خدام يعني هكذا بالطبيعي، فان كما قلت لك الحمام ديال المسافه ما كيتهلكش. واصلا علاش انا كان ما كنبغيش انا بالنسبه فاش كنكون لاعب السرعه ما كنبغيش نحاول نحقق نتائج كبيره في السرعه، حيت الا مشيت حتى خدمت مزيان مع الحميمات وزدت نغزه في الحمام ديال السرعه غادي نهلك الحمام ديال المسافه اللي غيلعب في اخر الموسم ولا في الوسط ديال الموسم غنهلكو. كما تيقولوا كتحاول تقلب على لوبتيمو، انه تقلب على انه جوست ترفع لا فورم ديال الحمام ديال الفيتاس وتلعب لي على لو كاركتر انه يرجع بلا ما تغامر، يعني انه بشي بريباراسيون اللي هي سبيسيال. تقدر تبريباري الحمام سبيسيال باش تربح مثلا واحد دقيقه ناقصه، ولكن غادي تهلك الحمام الاخر، مع العلم بانه 30% ديال الحمام اللي في الشجنة عندي ديال الجرة و 70% الحمام ديال المسافة ديال الفون ديال الكرون فون. ما يمكنليش نغامر انا من اجل باش نربح في الفيتاس والدومي فون شي ربح اللي هو يعني كما تيقولوا تحقق نتائج كبيرة بزاف وتضيع في وتخرج على الحمام ديال المسافة. انا بغينا نتولعوا في هذا اختيار شخصي، باغي نتولع في المسافات كاملين بحكم ان التلاقي قلال عندنا في المغرب، كيبغي الانسان يتولع فيهم كاملين. هادشي اللي نقدر نقول لك راه ما تنفرق ما والو ماكله وحده، وهادشي بشهادات الجامع والاخوان راه تيشوفوا ماكله وحده. ومني كتكون كتخدم بميلونج اللي هو ماشي اغريسيف، كتخدم بليغرين ماشي اغريسيف، ما تخافش هذيك راه صعيبه. مني كتخدم بشي حوايج اللي يقدروا يكونوا اغريسيف على الحمام، اللي الحمام انه يقدر يتجاوب معاهم غير شهرين ومن بعد كتكون لاشيد دو فورم. اما بطريقه طبيعيه ما كاين لا دواء لا والو، وغادي بحبوب خليله وافيك موديراسيون وحاضر راسك. أنا قلت لك الحمام تيبقى مخير حتى لاخر الموسم، لدرجه انه حمامات الفيتاس كنت بغيت ندير تغيير تجربه، كملت بهم نصف الطاويل وكملت بهم الطاويل الى حدود طنطان. حمامات ديال الجره كملت بهم حتى لطنطان وكملوا الموسم ودخلوا مع الحمام ديال طنطان. ثلاثه ديال الحمامات درت غير تجربه وكملوا يعني بقاو قابطين لا فورم ديالهم حتى كملوا مع الحمام ديال المسافه ودخلوا من 756 كيلومتر، دخلوا مع نقين مع الحمام ديال الفون. السلام عليكم، تبارك الله الاستاذ سيد الدرداز. بغيت نسولك بالنسبه للاستعمال ديال المكملات الغذائيه والاستعمال ديال المعادن مثل الحديد واليود والسيلينيوم وكذلك الاحماض الامينيه والبروتينات، يعني علاش كيعتمد سيد الدرداز وسط الاسبوع باش يوفر الحمام هاد المواد، سواء كان يستعمل مواد طبيعية ولا سواء كان يستعمل مواد منتوجات ديال الحمام ولا ديال البشر؟ وشكرا. السلم صباحي، بالنسبة أخويا الحمام ما تلعب ليه لا على موتيفاسيون لا والو، كتندير أنا لا سيباراسيون توتال ديال لي سيكس، كنقول لك لا سيباراسيون توتال، ما تلاقي حتى شي ذكر مع حتى شي نتوى، لدرجه انه الذكر او النتوى انا باش تبيض عندي خصها تضرب ثلاثه ديال لي سيزون، وما كتشوف الذكر حتى كتبغي دوز لا باز باش غادي ناخذ منها الاولاد. انا عدويه لاقي النتوى انها تلعب بها على الموتيفاسيون ولا الذكر لعب بها الموتيفاسيون، لانه هادشي مريت به شحال هادي واللعب على الموتيفاسيون عنده اصول ديالو وعنده مسائل اللي صعيبه باش نطبقوها. ما غنجيوش حنايا تلعب بالموتيفاسيون حتى النهار الكونكور عاد دير لي الموتيفاسيون، هادي كتبان لي انايا صعيبه كتقدر تضيع فيها حمامات واعرين. لا موتيفاسيون كي تبريبار عليها الحمام من البدايه ديالو، يعني مثلا انت الحمام ديال المسافه باش تلعب لي الموتيفاسيون على سماره
راه خصو يمشي لواحد الكونكور بعدا جوج مرات ولا ثلاثه يمشي لدي كونكور ديال الفيتاس ولا دومي فو يمشي هو لاعب على بيض ولا لاعب على وليدات باش كتكون عنده داك الحاسه بانه ملي كيمشي كيبقى لو كونجوان ديالو في الدار تيبقى حاضي ليه الولد ولا حاضي له البيض باش كتولي عنده هذيك الامان تيولي لاعب هو مامن. اما ملي كتخلي انت تال تجي تماره وكتهزو على ولد راه كتقدر تقتلو غير بالفقصه زيد انه الا تاجل السباق بنهار ولا بيومين يعني لا فورم كتمشي للحمامه غير في البوند لا شي بالفقصه زائد انه الا كانت الاجواء صعيبه فهو كيقتل راسو في داك البرمي ترونسون ديال الكونكور تيعطي اللي عنده ماشي بحال الحمام اللي ما لعبش على الموتيفاسيون مي كيكون مثلا الفوند فاصول هذه كيمشي بعقلانيه كيمشي بلا فيتاس اللي غادي تسلكو الاخر كينتحر كيوصل لاكادير كيبيكي كيشدو خوتنا في الله ولا الا استعدى كاع ودخل جيتاس في كيديوه وراك عارف بان المؤمنين عندنا كثيرين في هذه البلاد راه في منزله الحمامه بالخصوص المسافه والله لا طلعت الا من رحم ربي. خويا المصباحي بالنسبه للاكل هذا الشطر الثاني ديال السؤال ديالك بالنسبه للاكل ديال المسافات الطويله فراه هذه غنقولها لك وهذه قناعه شخصيه فراه اقل تخصص اللي ما كيطلبش بزاف ديال لي ديال لا بريباراسيون راه هو المسافه وهذا هو اللي كيطيحوا فيه الاخوان يعني لا بيت نوار ديال الاخوان هو انه كيقول مادام غادي نلعب انايا الكرون فون راه كاين اللي ما كرهش يجيب الكيروزين ديال الطياره يزرعوا الحمامه في وهذا خطا بالعكس راه الماكله ديال المسافه انا في نظري وهذا قناعه شخصيه يعني نقدر نكون عندي الصح نقدر نكون غلط ولكن كنجربها خدامه ليا يعني الماكله الظريفه في الماكله هي الماكله ديال الحمام ديال المسافات الماراثون واسهل بريباراسيون ديال بريباراسيون ديال الحمام ديال الماراثون واللي والماراثون بحالو بحال الدين الا غلبتي يغلبك يعني هو راه ساهل هو راه سلاله سلاله واحد المسائل بسيطه كتعطى للحمام واللي على راسها لينيرجي والانيرجي خصها تكون الطاقه النقيه حيت دابا الطاقه فيها جوج كاين الطاقه النقيه وكاين الطاقه اللي موسخه يعني كما تيقول الكومبستيبل اللي هو موسخ هذاك الموسخ اللي عطيتيه في النصف الطويل تحقق به نتيجه وما يمشي ما يطرالكش الحمام شي حاجه ولكن بالنسبه للمسافه تعطي كومبستيبل خايب للحمام تقتلها ما غتجيكش يعني انه الا اعتبرتي بانه المسافه ديال الطويله راه ماشي شي حاجه خارقه راه الحمام تيبغي غير لينيرجي نقيقيه بريباراسيون سامبل غيجيو الحميمات وهذا هو باش نعطيك الدليل بانه في القديم الناس اللي كانوا كيربحوا في المسافه هما ناس ما كانوش كيبريباريو كانوا ناس ما مسوقينش كتلقى واحد ما مسوق حتى كيضرب شي ضريبه خياليه وتيقول للعباد تيبدا يحلف مسكين وما تيتيقوش يقول لهم والله ما درت شي حاجه راه كنت غير كنطلع نلوح العمام من الماكله وميلونج ديال السوق تلوحون هبط بحالي تيقول لك واكذب راه تيبريباري خبعه ولا ما كذبش هذاك السيد تيقول الحقيقه واش اكتشفته انا مع المده راه الكرون فون سلاله وخصك تعرف شنو تصيفط للصحراء الصحراء تصيفط لها حمام عنده لاج عنده الخبره ماشي غير لاج بوحدو الخبره يعني انه في عام الاول من الاحسن يلعب واحد 600 كيلومتر ولا 570 كيلومتر العام الثاني يقيس بالنسبه للذكر يهبط يدير 750 وفي العام الثالث عادي يهبط الذكر ل 900 الفوق اما بالنسبه للنتوى العام الاول تعطيها 700 العام الثاني تهبطها للصحراء هادشي اللي كيحتاجو المسافه كيحتاج السلاله تحتاج لاج افيك ليكسبيريونس وبريباراسيون سامبل وغيجيب الله التيسير والطبيعي الحمام تنقولها الحمام ما يتقاش بالدواء الحمام ما يتقاش بالدواء انا تنعاود نقولها مره اخرى الثالثه الحمام ما يتقاش بالدواء بالنسبه للمسافه. سي المهدي بالنسبه لا كونسونغينيتي بالنسبه كتبتي لي هنا السؤال عن سؤال اخر سمح لي محمد ماشي مشكل بالعكس حنا ما هنا غير باش ندردشوا مع الاخوان ونتبادلوا معهم الافكار ديالنا واللي هي كتمثل وجهه نظر لا اقل ولا اكثر تقدر تكون صحيحه تقدر تكون خاطئه. الاعتماد على في علم الوراثه على لا كونسونغينيتي فكما كيعرفوا الاخوان لا كونسونغينيتي لاش كدار ولا التزوج الداخلي في جوج انواع كاين لا كونسونغينيتي بروش يعني التزوج الداخلي القريب ولا كونسونغينيتي الواني يعني التزوج الداخلي المتباعد. انا شخصيا تنخدم بالتزوج الداخلي المتباعد يعني انه فين ما كنكون خدام بحال مثلا دابا عندي واحد البطال كروزت وعطاني بطاله كروز داك البطال عاوتاني عطاتني بطال من بعد كروز داك البطال الجيل الثالث كروزته وبديت كنشوف بانه النتائج بدات كتنقص كنشد هذاك الجيل الاخر اللي حسيت بيه بانه ما بقاش باغي يعطي وتنعاود نرجعو للجد الاكبر
الا كان باقي على قيد الحياه ولا شي عمو اخوه ولا شي حاجه باش كتعاود تحيي السلاله. حيت راه كما قلنا بانه راه الشجنه ديال جميع الابطال في العالم، الابطال ولا غير الابطال، كلها كتكون مبنيه على حمامات معدوده على رؤوس الاصابع. حمامه كتصنع شجنه، هذه من ضمن المسائل اللي معروفه. ولا كونسونغينيتي انا كنستعملها، كنقولوا الواني باش كنعاود كنفكر الدم، باش فين ما كيبان لك بانه الدم ديال الكبد يبعد كتعاود ترجعو للطريق الصحيح. زائد انه كنقدر ندير لا كونسونغينيتي بروش باش نحافظ على شي مثلا ذكر اللي مهدد انه الشريف غيموت ولا هادي، وبغيت نحتفظ بالدم ديالو بير. وعندها شروط لا كونسونغينيتي، عندها شروط، يعني انه باش كنديروا لا كونسونغينيتي كنديروها بهدف، وهذا الهدف هو لا فيكساسيون ديال الكاركتير، هو ترسيخ الكاركتير، ترسيخ الجينه المسؤوله على النتائج. وفاش كنديروا هذا الترسيخ راه عنده قواعد، يعني انه فاش كنلاقي واحد جوج ديال واحد الذكر مع واحد النتوى كيخص يكون هذاك اللي غنكونسونغينيه نجيب له بنته ولا حفيدته اللي كتشبه ليه في الكولور، كتشبه ليه في لافورم، كتشبه ليه في العين، كتشبه ليه في كل شيء، يعني انه لا فرق بينهما. وكنكروزهم، فاش كنكروزهم كيقدروا يعطيوني كولورات اخرين واشكال اخرى، ولكن هذاك اللي غنحتفظ به، لو سيجي اللي غنحتفظ به باش نخدم خصو يكون عاوتاني هو كيشبه لهذاك الباهم اللي هما اصلا تيتشابهوا. يعني مثلا غادي نلاقي محروق بعينه بيضه مع حفيدته محروق عينها بيضه، وانا عارف بان ذاك الكولور المحروق جايها من جدها والعين البيضه جايها ديال جدها، هي وياهم فوتوكوبي كنلاقيهم، وغادي نخلي في لاباز ولد ولا بنت محروقه عينها بيضه. هذه هي لا فيكساسيون ديال الكاركتير، وهنا كتكون 100% بانك فيكسيتي. اما باش تلاقي جوج ديال السطوله، وهنا اصلا فاش نفيكسيو تنفيكسيو حمامات اللي هما في المستوى، ما باش تلاقي سطل مع سطل راه غتخرج في خابيه، يعني تتلاقي بطل، يعني بطل مع حفيدته اللي هي تبارك الله بطاله فاش غتفيكسيهم. اما ماشي حتى الانسان دابا تيقول لك درت لا كونسونغينيتي ما عطاتنيش، شد الذكر من طرف ضربه مع اخته ولا مع شي حاجه حتى هي ما لعبه ما فيها خصائص ما والو، كيتسنى اش كتنتظر؟ ما كاين والو، لا شيء لا كيولد لا شيء. السلام عليكم ورحمه الله. سي الدرزاز بخير، تحياتي للجميع. اخويا الدرزاز، واش ممكن تعطينا بالنسبه بما اننا تنعرفوا الدراري ديال سله تبارك الله ابطال، واش الدرزاز من الاخوه اللي تيعتمدوا على لو تي في البروغرام ديالهم؟ وممكن اخويا الدرزاز لك انت تعتمد على شي لو تي غالبا بريباراسيون ديال الدار كما تيقولوا، تقدر تعطينا الأشبات اللي فيه مع المقادير؟ وشكرا. الأخ رضوان يتساءل بخصوص كيفية استقبال الحمام من بعد سباق اللي هو شاق ومجهد، لما هو متعارف عليه. أنا شخصيا في الاستقبال، أنا شخصيا هذه مسألة يعني كتبقى أحبذ، أنه الحمام مني كتجي عندي كنستقبلها بالدرة الحمراء سك، تنقول الدرة الحمراء سك في الهبطة فاش كتنزل مع الماء يكون بيت في السجنة، يعني كيتسمى لو شومبري اللي عنده درجة حرارة ديال السجنة، لا الماء عادي. من بعد غير كتهبط كتاكل وكتشرب داك الميه، كنحيد الدرة، كنحيد داك الماء عادي في العشية، يعني غادي يجوعوا من بعد ما يجوعوا نحاول ما حتى كيقرب المغرب ولا هادي ولا مور المغرب على حساب البولا ولا هادي، وكنعطيهم ان ميلونج اللي هو ديبيوراتيف. يعني انا بالنسبه لي ميلونج ديبيوراتيف مثلا نعطيهم القمح سيك، من هادو ديبيراتيف عندي هو القمح ديال الشاويه، كنعطيهم قبيحه. وفي الماء تندير لهم نعم سيدي العسل وشويه ديال الحامض وشويه ديال خل التفاح، هادي في النهار الاول. لا غدا ليه عاوتاني نعطيهم غير القمح، ونجيب لهم واحد الخصه نعطيها لهم ياكلوها، وندير لهم في الماء العشوب ديال الحاجه اللي كنطريطي، يا اما العشوب اللي هما خاصين بالجهاز يعني ديال السالمونيلا وبالامراض اللي كتقيس الجهاز الهضمي، او الا كنت هذيك السيمانه غادي نخدم على لا ريسبيراسيون، وكنعطيهم الدوش داك النهار اللي غدا لي اوروبو، يعني اللي غدا لي انا ما نطيرهمش، يعني النهار اللي كيجيو فيه اللي غدا لي عندهم دوش اوروبو. وبالنسبه للعشوب اللي كندير اللي غدا لي نهار الحد، حتى لعبنا السبت كندير العشوب الحد، هذوك العشوب كندير نعاود نديرهم اثنين ومورها صافي. يعني انه تما كتدخل نتايا بالعشيبات وبالمسائل الطبيعيه، حيت الحمام باقي افيبلي، باقي
يعني كما تقولوا مضاعفه المجهود اللي بذل. من بعد راه كيولي هو قوي صافي جهاز المناعه ديالو تقعد صافي بعد منه راه ناضي. يعني في الاول كتوقف معاه انت كجندي على ما يوقفوا الجنود ديالو، ان فوت يوقفوا الجنود ديالو كتيرو تيرا انت كتحيد كتخليه هو كيدافع على نفسه. بالنسبه للسؤال ديال الاخ الخاص مثلا المعادن، انا شخصيا الا بغيتي توفر الحميمات مسائل اللي هي مثلا لوفير راه معروفه على القمح من اغنى المعادن من اغنى الحبوب بلوفير، زائد نقدر نعطي نمشي نجيب الى باليابان الحمام ديالي خاصو الحديد ولا خاصينو حملات الشحنه، حيت الحديد وهذوك الفلزات كلها وهذوك الايونات كلها الحمله ديال الطاقه والحمله ديال الاكسجين وحمله. كنمشي نجيب غير الا نعطي الحميمات، علاش نمشي نجيب انا ان برودوي مصنع نجيب الا نسر به الحميمات؟ يعني بالنسبه للبروتينات عاوتاني البروتين تنعتمد انا على حبه وحده، ملي كنشوف الحمام باغي راه هو كنعطيهم لافاس كنعطيهم بوزغيبه، علاش؟ حيت في المغرب الجلبانه ما عندناش جلبانه دو كاليتي، ما كايناش جلبانه دو كاليتي. انا بالنسبه ليا اللي هي في المتناول بوزغيبه في المتناول، ومع انا ما تنستعتمدش بزاف على البروتينات بزاف، كنستعمل غير داك شويه ديال بوزغيبه وكيجيب في الله التيسير مع العلم بانه الاحماض الامينيه هناك الاحماض الامينيه الاساسيه اللي هي ولا بدها خصها تعطى من برا هي اللي كتعطى في بوزغيبه، وكاينه وحده غيقدر يجنيرها هو كيصوبها الحمام بوحدو، يعني انطلاقا من احماض امينيه اخرى تصنع هذاك كتسمى لي نون اسونسييل كيصنعها هو. وبالنسبه لهذه اللي هي اساسيه راه كيجيبها من برا كتعطيها له نتايا، يعني من خلال بوزغيبه ولا من خلال داك الماكله المتواضعه اللي كنعطيه انا. هادشي تنقول لك هادشي اللي تندير بكل صراحه، ما كاين لا مكملات غذائيه لا والو. الا بغيت شي مكمل كنمشي نجيب شي حبه اللي فيها هذاك الشيء اللي بغيت انا وتكون طبيعيه، احبد هذه الفكره هذه. اخويا بالنسبه للوتي واش انا كنعتمد عليه ولا لا؟ اللوتي هو راه خلطه ديال الاعشاب، انا كنعتمد على اللوتي هو اللي كاين، كاين الله واللوتي. واش نقول لك الاعشاب اللي كنعتمد عليها راه اعشاب عاديه، يعني كما تيقولوا لي روسيت دو غرومير، يعني خلطات جدتي العجوز، يعني الزعتر الزعتره الببنوج شويه اليزير القزبور القرنفل حبه حلاوه النافع الثومه، وكنأكد بزاف على الثومه، خل ديال العنب، خل التفاح، الزنجبيل مره حبوب الحلبه. المهم هذه الاعشاب هذه الاساسيه اللي تنعتمد عليها بالنسبه للخدمه ديالي، والعسل ديال الدغموس، واكرر عسل الدغموس الحر، هذه الاعشاب اللي كنخدم بها. والاعتماد الكبير ديالي هو على الحمام، راه الحمام اللي تيلعب بالمينيموم اللي كتعطيه جوست داكشي اللي غيلعب به وكيجي وكيحقق النتيجه هو اللي كتحطه في لاباز، وهو اللي غادي يعطيك حمام اللي غيلعب معك بهذاك.